سلمى، يمكن اليوم كثير من الأهالي عم يعانوا يمكن بتربية أطفالهم مع التطور التكنولوجي وغزو وسائل التواصل الاجتماعي لكل تفاصيل حياتنا والانفتاح الكبير اللي عم يصير اليوم. يمكن كمان عم يشوفوا الأهل مع أبنائهم أو الأبناء مع أهلهم اختلاف بين جيلين، عم يكون في مثلا كثير من المشادات، كثير من الاختلاف بالآراء. قديش فينا نخلي هيدا الاختلاف يكون لغة حوار، يكون في حوار مشترك بين الأبناء والأهل ليلاقوا صيغة حوارية يقدروا يعبروا من خلالها عن آراء بعض، عن همومهم، مشاكلهم، يكون في شيء مشترك ولغة أساسية بالمنزل. رح نعرف عن هالموضوع أكثر مع الدكتورة رولا الصيداوي، أخصائية بعلم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة رولا. صباح الخير. خلينا نبلش معك، يعني من الحالة العامة دائما بنعرف انه في كثير اساليب من اساليب التربيه. بعض الاباء بيروحوا نحو اللين، بيكونوا لينين مع ابنائهم، والبعض بيروح نحو الحزم، بيقول لك انا هيك تربيت وهي التربايه هي اللي جابت نتيجه. بين اللين والحزم، وخليني اقول التراخي والعقاب والسواه، في خيوط رفيعه تمام. تصلح لحتى بناء جيل مستقر نفسيا وقادر انه هو يقود نفسه بقلب المجتمع. خلينا نحكي على هي الفروقات البسيطه وقد ايه ممكن تاثر بحياه الابناء. تمام. بدايه اول شيء بدي هيك اشكر يعني الفضائيه الاخباريه، لانه عم تسلط الضوء على نقاط فعلا حساسه بالنسبه للام وبالنسبه لتربيه الاولاد. بوقتنا الحالي الاولاد انا بحسهم بتشتت، يعني بين انه العالم المفتوح امامهم، عالم النت، عالم الافتراضي، وبين التربيه اللي تربينا عليها ونشانا عليها وبدنا نربي اولادنا عليها. فنحن هلا طبعا هلا الجيل الحالي بالنسبه للامهات عم نحكي، كمان حتى الامهات عم يروحوا بين البينين، يعني بين انه عم يشوفوا كل مثلا قريناتهم زميلاتهم عم يربوا ابنائهم بالدلال المفرط، باللين المفرط، بالتسامح المفرط، يعني اللي غير متوازن، وبين انه هن بده يربوا اولادهم بقواعد وتعاليم مثل ما تربينا عليها. الجيل السابق كان لا، في امور وكان الاولاد متقبلين هذا الشيء. فهلا نحن في بهذا الوقت الحالي، يعني طبعا نحن بنعطي نصيحه للام انه تكون هي توازن، يعني نحن ام وسط، جعلناكم امه وسطا، يعني لا نكون مفرطين بالقسوه والشده، كمان الطفل ما راح يتقبله، الاولاد ما راح يتقبلوا، حتى الابناء الشباب ما راح يتقبلوا، ولا نكون بالمقابل كمان نحن عندنا التسامح واللا مبالاه بالتربيه، والولد اخذ حريته 100%، لانه كمان بهذا العمر سواء كان مراهق، سواء كان طفل، سواء كان شاب، كمان بده في امور لازم يراعيها، لازم الاهل ضل توجيههم. حتى انا بقول مو بس بعد ما يصير شاب، حتى بعد ما اذا كانت بنت او شاب، حتى بعد الزواج كمان ضل الام تكون يعني مراقبه من بعيد لبعيد. وهي يمكن كنا نشوفها سابقا، يعني قديش كان في بعض المعتقدات والافكار، تلاقي التربيه السابقه اللي ربينا عليها في خطوط حمراء، يعني خلص في هون خطوط حمراء، الطفل بتلاقي بدون نقاش، بدون جدارية، متقبل وخلص، انه هيدا الموضوع عند اهلي خط احمر، انا بتلاقيني خلص هون بوقف. هون هلا عم نشوف الموضوع صعب، مثل ما قلنا ببدايه حديثنا، مع تطور التكنولوجيا والانفتاح اللي كثير كبير، وعم نشوف احيانا يمكن غياب الاهل لفترات طويله تمام بالانشغال بالاعمال اليوميه بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه، عم تلاقي عم يوفروا هيدا الشيء مقابله يمكن الشعور بالذنب، اللين الزايد تمام. يعني عم تشوفي مثلا الدلال الزايد، فكمان الام عم يعني عم تكون عليها مسؤوليه كثير كبيره. كيف فيني انا امسك مثل ما قلت لي خط الوسط، يعني العصايه من الوسط، بنفس الوقت تكون حازمه وبنفس الوقت ما تكون قاسيه، اقدر انا فعلا ابني لما يتصرف اي شيء غلط يجي لعندي اللي بدون ما يكون خايف. هلا هي بدها تكون بدايه من الصغر، من التربيه، التنشئه من الصغر، يعني انا ما بترك ابني فتره الطفوله، طبعا مو ما بتركه كاتركه بالمنزل، ما بتركه انه بدون مراقبه، بدون اهتمام تمام. وبدون متابعه، بدون توجيه وارشاد، وبيجي فتره المراهقه بس يصير لا سمح الله ابني يصير ببدايه انه ما عاد يهتم بدراسته، ما عاد يهتم انه باطاعه الاوامر، او يسمع الكلام او يتقبل مني كلام، بصير بدي ارجع تابعه، هون ما راح يتقبل، بدي يكون من الاساس لغه الحوار، التفاهم، له راي هو حقه، حتى وقت يكون عمره 3 سنوات له راي، بدنا نسمعه ونحترمه،
يعني لازم ونشعر للطفل انه انت لك راي ونحن بنحترمه، حتى باختيار نوع الطعام اليوم، يعني هلا هي شغله بسيطه لكن الطفل بتاثر بنفسه ايجابيا. اهتم في اي امر، حتى اذا بدنا نروح يوم الجمعه انت وين حابب اليوم؟ مثال، حتى لو يعني حتى على مستوى نروح زيارات عائليه، نحن ما راح نقول والله اماكن متنقله، زيارات عائليه لازم نساله، هذا امر كثير ضروري. طبعا انا بنرجع بنأكد ما بترك ابني فترات او فتره المراهقه وبعدين بس يصير بمرحله الجامعه قرر، لانه بمرحله المراهقه وبدايه الجامعه بتلاحظي الشاب بيكون عنده نوع من التنمر، عصيان الاوامر، رفض لواقعه، على فكره حتى لو كان هو متاح له كل شيء. يعني اذا انا اتحت له كل الامور وكل الرفاهيه بدها تطلع عينه للعالم الخارجي، يعني لعالم الغرب، انه شو عندهم، بده يشعر هو كمان انه في عنده نقص. يعني فهون نحن عنا من عوده من التربيه على القناعه من الصغر، هذا الموجود من ورجيه الجانب الثاني اللي الناس فعلا هذا ما له موجود عنده، حتى هو يشعر فعلا بالرضا عن نفسه، لانه كل هي حال اغلب الشباب والمراهقين، لو امنت له كل شيء بده يشوف للي ما عنده اياه. فانا بدي اعلمه تربيه على القناعه من الصغر، وبدي تابعه، بدي حاوره، بده يكون هو كصديق لي، سواء بنت او اذا الشاب يكون مع والده، حتى لو هو ابني، يعني لو هو مثلا كان صبي، مو نحن بنقول دوما البنت مع امها، لا، حتى لو كان صبي حتى بساله بنت، ممكن هو في امور يحكي لي اياها يخجل يحكيها لوالده، ما يحب او يخاف، او بتعرفي الاب له رهبه يعني وله حضور معين. نعلمه على العادات والتقاليد، لو بلشت للاسف انا بقول ببعض العائلات تنقرض هاي العادات والتقاليد، الاحترام وقت يجي الاب، الاهتمام، سماع كلمه الاب، نفض يعني نقدم له المرتبه الاولى للاب، هذا امر ضروري. يعني هلا صار الابن بيطلب الطلب، الاب صار هو مطيع لابنه اكثر ما يكون العكس مثل ما كنا سابقا. طيب دكتورة، خلينا نحكي شوي اليوم، في كثير من السيدات اللي عم بيتابعونا يمكن بالنسبة لهم شوي قصة الحوار إذا بدنا نحكيها بهذا المفهوم تكون صعبة، خلينا نبسطها ونقول كيف ممكن الأم تخلق دائما حوار فعال أسري يعطي طبعا يحافظ على القيم والمبادئ اللي عم نحكي عليها والاحترام بين الآباء والأبناء، وبنفس الوقت يعطي للأبناء روح المشاركة وحس المسؤولية اللي عم ندور عليه. هلأ هي لغة الحوار والنقاش ما تكون بطبقة الصوت العالي، هي أول نقطة، لأنه بيشعر من عمر 3-4 سنوات بداية ما نحاور الطفل بلش يستوعب منه، مو ب3-4 سنوات، مجرد ما كانت طبقة الصوت عالية بفكر أنه هو هذا نوع من الأمر والتهديد، بصير بيخاف. إذا كان عم يحكي لنا اليوم مثلا على فرض ممكن يتعرض لمشكلة سلوكية الطفل، أو هو يكون عنده مشكلة مثلا العدوان، ضرب رفيقه، أخذ شيء من رفيقه، كذب، هذا كله هي المشكلات ممكن يكون هو يمارسها. طب أنا لما بكون ردة فعلي كتير سلبية وكتير قاسية وكتير شديدة، هو هون مرة تنتين بيقلي بعدين راح يبطل. فهون بداية أنا بدي أكون أعطيته الراحة، الاطمئنان الكامل، وطبعا مو معناته ما بعاقبه، العقاب على حسب هو كيف حكالي، ويكون على حسب هو روحه ونفسيته للطفل. ممكن يكون ابني مريض، انا ما بعاقبه عقاب شديد ومسبب له مشكله نفسيه بدي علاجها سنوات لحتى تروح منه هالمشكله، لا، بعاقبه على حسب هو، حسب هو. ممكن انا اعاقبه واحرمه شيء، ممكن احرمه مثلا مشوار هو بحبه، هو الفرق يعني، ممكن احرمه روحة نادي مثال. هي كلمه عقاب لانه كثير كبيره، يعني كلمه عقاب تمام تحمل كثير من المعاني، بس هي قديش فينا نتصرف بطريقه صحيحه تمام من خلال مثلا معاقبته، مثل ما قلتي بحرمانه بكثير من اشياء بحبها، بس قديش فينا فعليا، يمكن كثير من الاهالي يقولوا لك نحن بنعتمد التربيه الحديثه، نفتح حوار مع الاولاد بالاخر شيء، بس ما في نتيجه، بتلاقي الاهالي مصرين يمكن على قرارهم او على رايهم، بس من خلال انه لا، انا مع التربيه الحديثه وحاخذ هلا. هو الطفل ذكي والمراهق ذكي، رح يشعر انه الاهل مصرين على رايه، فلذلك انا اهم شيء المصداقيه، اهم شيء يكون صادقه مع ابني، انه انا فعلا اعطيتك هالمساحه من الامان، حكيت ووعدتك ونفذت، مو بعطيه مساحه من الامان بس يحكي لي كل شيء صار معه، بيجي انا بعدين بعاقبه وبشده، هي اول شيء فقد الثقه بيني وبين صحيح. ابني، هي اول امر يعني. الامر الثاني، انا بعد ما يعطيني انا بعاقبه مثل ما قلنا على حساب، وقد ممكن ما اعاقبه اذا كان الامر هو لا يستدعي، تابع دوما مع المدرسه، ما بترك ابني، يعني حتى بالنسبه لتلقي الاوامر حتى المدرسه مهتمين، ضروري نتابع مع الموجه التربوي الموجود اغلبيه المدارس، دوما ابني بعطيه تعزيز كمان، بين له قدراته ومهاراته، يعني حتى لما بلغه الحوار هي ضروري يكون هو يعرف شو عنده مهارات، كمان انا لما بلغي الحوار والنقاش بصير عنده هو انطواء، بصير عنده خجل، هلا الانطواء والخجل بالصغر بنقول طفل، بس متى ما صار بالمراهقه صار مشكله بيعاني منها، تمام. اكيد. طيب دكتوره، خلينا نحكي شوي اليوم عن اساليب الحوار الناجح،
نحن كلياتنا بحاجة لنوصل بنهاية أي نقاش لنتيجة، فشو هي أساليب هاي الحوار اللي بتأدي لنتائج؟ هلأ يعني أهم الأساليب الحوار، أول شيء بنرجع بنأكد على نقطة الصدق، اللي يكون الوقت، حتى أنا بقول الوقت المحدد إنه لكل شخص. نحن بالعائلة مثال 4-5 أفراد بالعائلة، كل شخص إله هذا الوقت الكافي. ما بصير إذا ابني عم يحكي وقول لساته صغير كل ما يحكي فكرة أنا قاطعه، هي نقطة بتعمله كمان ردة فعل سلبية، يعني ببطل يثق فيني وببطل يحاورني أصلا. مثل ما هو بده يستوعب، مثل ما بحكي أنا الكلام بدي أقول له يا كمان هو لا أنا استوعب كلامه، هي نقطة مهمة كتير. الحوار والنقاش دائما فيه تعزيز دائما، يعني حتى هو يتقبل. انا بقول له صاحبي ببين له وجهه نظري، يعني ما بفرض عليه نفس ثم اعترض، هذا ما راح يتقبلها. قد يتقبلها لخوفه لانه هو موجود بالاسره، هو ما له ملاذ غير البيت الموجود فيه، لكن بعدين بده يبلش يبتعد عن الاسره بغرفته لوحده، بعدين يبتعد اصلا ما يعود اجتماع معهم. فهو من الصغر انا مثل ما بنقول بنلم هذا الموضوع قبل ما يروح لا سمح الله. نحن بنعرف قد ما يكون كل اصدقاء ابني هن يعني يكونوا مناح وصالحين، قد يتعرض لصديق يضيعه، فلذلك انا بدي اكون متابعه من الصغر يحكي لي. هلا ممكن احيانا قد ما يحب يحكي اذا كانت لغه الام قاسيه او لغه الاب قاسيه، يحكي لاخته الكبيره او اخوه الكبير. المهم يكون في بالاسره فرد هو يرتاح معه يحكي له وبكل راحه وبدون ما يكون اي تردد. ويمكن مثل ما قلتي يمكن هي انك تجتمعي مع اولادك نص ساعه او ساعه يوميا، يكون يوميا اجتماع اسري، يكون في حوار لطيف، يمكن تغني عن ساعات الانشغال الطويله بالعمل لكل الأهالي اللي عم يتابعونا. نتشكرك دكتورة رولا صيداوي الأخصائية تعلم نفس على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتورة ويعطيك العافية، ونتمنى طبعا الكل يكون استفاد من المعلومات اللي قدمت لنا. تسلمي، شكرا لكم.